لقاءنا الاسبوعي ولو انه اتاخر الاسبوعين بقى الدكتور محمد وهدان استاذ الاعلام جامعه الازهر. الدكتور وهدان النهارده هيتكلم عن عاشوراء والقصص اللي فيها وعنده اسئله كتير، عشان كده انا اخر يا دكتور. مساء النور يا استاذنا، اهلا وسهلا. عاشوراء يعني توضيح، كل سنه وحضرتك بخير. احسن توضيح واقل مساحه يعني. كل سنه وحضرتك بخير وكل الساده المشاهدين بالف خير. نبدا على بركه الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، سبحانه أرفع إليه أكف الضراعة وأناجيه وأقول له يا رب العالمين رضاك خير من الدنيا وما فيها، فارض عنا جميعا يا رب. يا مالك النفس قاصيها ودانيها، فليس للنفس أمال تؤملها سوى رضاك عنا يا رب، فذا أقصى أمانيها. وصلاة وسلاما يليقان بمقام الحبيب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، الأمي الذي علم المتعلمين، واليتيم الذي بعث الأمل في قلوب البائسين. اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيوم عاشوراء هو يوم مشهود في التاريخ الإنساني. يوم عاشوراء هو اليوم العاشر من شهر الله سبحانه وتعالى المحرم. شهر المحرم يسمى كما ورد في الحديث الصحيح شهر الله سبحانه وتعالى، وعشان كده سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر الصيام من الصيام في شهر محرم، لأنه شهر الله والصيام أصلا لله. عشان كده ربنا قال في الحديث القدسي الصيام لي وأنا أجزي به. فعشان كده اللي يصوم في هذا الشهر له ثواب عظيم عند الله. وأفضل الصيام بعد رمضان كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام هو في شهر الله سبحانه وتعالى المحرم، لأنه واحد من الأشهر الحرم. يوم عاشوراء واليوم العاشر من شهر الله سبحانه وتعالى المحرم. في هذا اليوم نجى الله سبحانه وتعالى نبيه موسى عليه السلام وأغرق فرعون وملأه. الرسول عليه الصلاة والسلام عندما ذهب مهاجرا من مكة إلى المدينة وجد اليهود يصومون يوم عاشوراء، فسألهم ليه بتصوموا؟ قالوا له ذاك يوم نجى فيه الله عز وجل نبيه موسى عليه السلام وأغرق فرعون وقومه. فقال النبي عليه الصلاة والسلام نحن أحق وأولى بموسى منكم، فصامه شكرا لله وأمر المسلمين بالصيام. ده الحديث اللي بيتكلمنا عن يوم قصة عاشوراء. إيه اللي نتعلمه من هذا الحديث عشان وقتنا بسرعة جدا؟ أول حاجة هو احترام الإسلام للأديان السماوية السابقة. المسلم يا أستاذ إبراهيم ما يبقاش مسلم إلا إذا آمن بكل الأنبياء وبكل المرسلين، إلا إذا آمن ب25 نبي ورسول ذكروا صراحة في القرآن العظيم. طب الأنبياء والمرسلين عددهم كام؟ لا يعلم عددهم إلا الله سبحانه وتعالى. لكن القرآن كلمنا عن 25 نبي ورسول، يعني أنا ما بقاش مسلم إلا إذا منت بموسى وعيسى سليمان من سيدنا نوح بقى وكل الأنبياء والمرسلين الذين ذكروا صراحة في القرآن العظيم. دي أول درس لازم نتعلمه. الدرس الثاني هو أن الرسول صلى الله عليه وسلم عليه أفضل الصلاة والسلام احترم سيدنا موسى عليه السلام واحترم كل الأنبياء. الدرس الثالث المهم جدا أن نصوم هذا اليوم شكرا لله سبحانه وتعالى. يعني إذا ربنا أنعم على الإنسان بنعمة فواجبه أن يشكر الله سبحانه وتعالى. يشكر ربنا بإيه؟ بجملة مكونة من كلمتين هما الحمد لله سبحانه وتعالى. الواحد يحمد ربنا على كل ما أعطانا الله سبحانه وتعالى من خير. الدرس الثالث المهم جدا أن طبعا أن الله سبحانه وتعالى أغرق فرعون وملأه لأنهم كانوا ظالمين، كانوا بعيدين عن منهج الله سبحانه وتعالى، لدرجة أنك تعجب حينما تعلم أن فرعون عندما غرق في البحر أخذ ينادي ويقول أنقذني يا موسى أنقذني يا موسى، قالها 70 مرة حتى غرق. قاعد يقول 70 مرة أنقذني يا موسى، وإذا بالحق سبحانه وتعالى يعاتب موسى عليه السلام ويقول له يا موسى لقد استغاث بك 70 مرة فلم تغث، لقد استجار بك 70 مرة فلم تعن، لقد ذكر اسمك 70 مرة فلم تجب، وعزتي وجلالي وعظمتي وكبريائي، لو قال يا الله مرة واحدة لنجوته من الغرق ولغفرت له كل ذنوب
ولسترت له كل العيوب. هو مش قال آمن أمنت؟ قال أمنت إيه؟ بس بعد هو بيغرق. خد بالك صح، سؤال جميل. آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل، لم يقل آمنت بالله، لم يقل آمنت بربنا، بالإله الذي آمنت به بنو إسرائيل، ولم يعترف بالله سبحانه وتعالى. وحتى هو بيغرق، حتى هو في اللحظات الأخيرة. لكن لو قال يا الله يا رب لنجاه الله، شوف رحمة طب ربنا. هو ربنا سبحانه وتعالى بيعاتب سيدنا موسى. يعني هو كان ربنا عايزه انه يعمل كده الله سبحانه وتعالى خلق الخير وخلق الشر. خلق الله الخير ويريده، وخلق الله الشر، الشر موجود ولا يريده سبحانه وتعالى. فهو الله يعني موسى عليه السلام عندما غرق نجاه الله سبحانه وتعالى. لو كان فرعون عايز يورينا طلاقة قدرة الله، طلاقة رحمة الله، ان احنا مهما فعلنا من الذنوب والآثام نرجع الى الله ربنا هيغفر لنا. فرعون اهو شوف عمل ذنوب قد ايه، شوف قال انا ربكم الاعلى فاستخف قومه فاطاعوه، عمل كل ده ومع ذلك لو قال يا رب مره واحده ورجع الى الله لعفى عنه الله. اصل ربنا مش بيعاملنا زي ولا وانت بنعامل بعض يا استاذ ابراهيم. ربنا رحمن، ربنا رحيم، ربنا قال في القران كتب ربكم على نفسه الرحمه. ولذلك ربنا قال لي قال عن فرعون ايه، فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك ايه. خد بالك. طب لما تنجى بدن هم لقيوه فين بقى؟ ربنا اقول لحضرتك بقى. فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك ايه. هو روحه راح. ليه ربنا نجاه ببدنه؟ قال لك لسببين. السبب الاولاني انه كان يقول انا رب وانا اله، فلو جثته اختفت في البحر او كان طعام للسمك وما الى ذلك كان ايه؟ كان يقول لك يمكن يظهر تاني. لما جثته مش موجوده مختفي. لكن لما تظهر جثته كده هو ميت، هو ميت قدامكم، فيعلمون انه ليس ربا وأنه ليس إلها، لأن الإله حي لا يموت أبدا، هو سبحانه وتعالى على كل شيء قدير. السبب الثاني ذكره الله سبحانه وتعالى، ذكره ابن عباس رضي الله عنهما، قال لنا إيه؟ إن دواب البحر وحيتان البحر وأسماك البحر كلمت الله سبحانه وتعالى بلغة لا يعرفها إلا الله، اللهم إننا خلق من خلقك لا غنى لنا عن فضلك يا رب العالمين، اللهم إننا نسألك ألا تجعل البحر قبرا لهذا العبد الكافر يا رب العالمين. واستجاب الله سبحانه وتعالى الذي خلق فسوى وقدر فهدى، وهو سبحانه وتعالى على كل شيء قدير. نعم. طيب عاشوره بقى اتقلبت لحاجه تانية. يعني بقت دلوقتي هي دلوقتي بيبقى فيها احتفال، هي تناسب ان في اليوم العاشر من محرم ده حصل فيه اللي هو الحسين استشهاد الامام الحسين بن علي. مش بس كده يا استاذ ابراهيم، يوم عاشوراء مش بس نجى الله فيه نبيه موسى عليه السلام، لكن يوم عاشوراء ايضا كما ثبت ان سفينه نوح استوت على جبل الجودي في يوم عاشوراء. في 10 محرم بس عشان خلينا يوم عاشوراء محرم. يوم عاشوراء 10 محرم. طيب. استوت سفينه نوح على جبل الجودي. حياتك عارف طبعا ان سيدنا نوح حمل في السفينه معاه من كل زوجين ايه؟ اثنين. وكانت وطبعا السفينه مشيت كده وربنا اغرق الله سبحانه وتعالى الارض بدعاء نوح عليه السلام، ربي لا تذر على الارض من الكافرين ديارا انك ان تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا الا فاجرا كفارا. السفينه مشيت فترات طويله جدا واستوت على جبل الجودي كما قال الله سبحانه وتعالى، واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين باذن الله سبحانه وتعالى. ايضا يوم عاشوراء ويوم توبة ورجوع إلى الله سبحانه وتعالى، فيه تاب الله سبحانه وتعالى على كثير من عباده العاصين، فواجبنا أن احنا نتوب إلى الله سبحانه وتعالى كثيرا في هذا اليوم، وواجبنا أن احنا نرضى بقضاء الله سبحانه وتعالى وقدره. يوم عاشوراء أيضا استشهد فيه الإمام الحسين بن علي رضي الله عنه وأرضاه في كربلاء في العراق. وطبعا بعض الفرق الشيعة طبعا بيعتبروا هذا اليوم يوم مأتم ويوم عصيب، بيلوموا نفسهم جدا لان هم الذين لم يدافعوا عن الحسين، لانهم لم يعني هم وعدوه انهم هيعينوه وساعدوه ولكنهم في النهايه خذلوه، فهم نادمون على ذلك. طيب هو انا دعنا نتفق على شيء. الرسول عليه الصلاه والسلام كان مخلف وكان عنده ولد ومات. نعم. وطبعا هو الحكمه في انه يموت عشان ما يؤلهش ولا هتبقى حكايه يعني. تمام. لو نفس الحكاية لما تيجي نشوف كل الخلفاء أو أبو بكر وعثمان ما فيش حد قاعد من ولا يعني ما فيش حد قاعد عشان يورث فكرة الفهم. فالحسن والحسين
طبعا حكمه ربنا ان يحصل ده يعني، بس إن عشان خاطر ما قلبوها الشيعه قلبنا الحكايه ثانيه خالص، انما هي حكمه ربنا ان يتم هذا الكلام، لان دول ده بدهم الرسول عليه الصلاه والسلام يعني، دول من آل البيت يعني. فانت لو كنا وصلنا وقال البيت دولت يعني كان هتبقى في حكايه ثالثه ورابعه وخمسه، انما اراد ربنا سبحانه وتعالى ان تنتهي الذريه عند حته معينه حتى لا يولد. احنا شوفوا المساله لما وصلت لنا الناس الاضرحه والناس اللي بتروح بتعتقد تدعي ان الراجل ده يشفي لها ابنها واللي بيعمل يعني، دخلنا في متاهات ثانيه كانت ممكن تودينا في حته ثانيه خالص لو بقي من ذريه الرسول عليه الصلاه والسلام حاجه ممسوكه يعني، نعم. ابنه ونسله بكده يعني انه مساله يعني، ما هو اولاد فاطمه الزهراء اللي هم الامام الحسن والامام الحسين، ما هو اللي بيحملوا الاسم، نعم اللي بيحمل الاسم الولد، نعم. فهتبقى حكايه يعني، في حكمه ربنا في ده كله، وفي حكمه ربنا ان تحدث الفتنه بعد 40 سنه من خطر الرسول. شوف حضرتك، اما ان الرسول صلى الله عليه وسلم قد مات ابنه ابراهيم وهو صغير فذلك لحكمه يعلمه الله سبحانه وتعالى. لان ابن ممكن كان ممكن يعبد من دون الله سبحانه وتعالى، ده اللي انا عايز اقوله يعني، الاستنتاج كان ممكن نستنتج يعني نتبرك بيه على اللي احنا بنشوفه دلوقتي. ممكن يحصل ده، هتحصل مشاكل كثيرة جدا والله سبحانه وتعالى يعني هو على كل شيء قدير. ممكن تختفي عنها الحكمة، مش عارفين الحكمة ايه السبب، لكن واجبنا ان احنا نقول دائما وابدا سمعنا واطعنا. لكن طبعا الامام الحسين نحن نحب الامام الحسين، لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال، عشان بس اوضح للناس، احب الله من احب حسينا. لكن انا عايز اقول لك حاجة، المصريون تحديدا يحبون ال بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحسين عندنا وسيدة زينب يحبون ال بيت رسول الله، لكنهم لا يعبدونهم كما لا يعبدونهم من دون الله، من دون الله سبحانه وتعالى. ولذلك الحمد لله من فضل الله وكرم الله على مصر ان جوهر الصقلي الذي بنى الجامع الازهر بناه لنشر المذهب الشيعي الفاطميين، لكن مصر بفضل الله لم تتشيع، احبت اهل البيت وصارت على مذهب اهل السنه والجماعه. كلنا بنحب سيدنا الحسين، بنحب السيده نفيسه، بنحب السيده زينب، بنحب كل الاولياء والصالحين. ومين اللي جابوا الاختراع بتاع الشيعة التشيع ده؟ مين اللي يعني مين اللي قال لهم ان كان هو سيدنا علي كان ما هو الذي بذر هذه يهودي واحد يهودي الخبيثة عبد الله بن سبأ اليهودي، اراد تفرقة المسلمين، أراد زعزعة استقرار المسلمين، أراد تقويض الدولة الإسلامية. وطبعا يعني ذهب إلى الكوفة لما سيدنا علي كان موجودا في الكوفة، وألا وصل الأمر لدرجة أنه أراد أن يوصل سيدنا علي درجة الألوهية. فسيدنا علي يعني طبعا زعل منه جدا ونفاه إلى الأهواز اللي هي إيه، إيران يعني، بعتوا لهناك ما قتلوش ليه؟ نفاه إلى الأهواز، ما قتلوش. فذهب إلى هناك ونشر هذه البذرة التي ما زلنا نعاني من آثارها حتى الآن. طيب أنا سيدنا نوح لما مثلا في حاجة لما دعا وقال يا رب إن أنا خلاص ما حدش آمن بقى، فدول المفترض إن رجع مع سيدنا نوح دولة الصالحين. نعم. طلع منين تاني من خلفتهم ليه طلع المصايب السوداء دي؟ ما طلع يعني وسيدنا نوح طبعا عندما كان في يعني كان مفترض خلاص احنا طهرنا والأرض طلعت مية والسماء نزلت مية وبلعت كله، كان المفروض اللي طلعوا دول هو سيدنا نوح. بس الاول عايز اقول لك حاجه مهمه جدا، سيدنا نوح ما دعاش على قومه، يعني يقول لك ايه، ازاي نوح يدعو، ازاي نبي يدعو على قومه، الانبياء كلهم فيهم رحمه. سيدنا محمد لما جبريل قال له ان شئت اطبقت عليهم الجبلين، قال لا اللهم اهدي قومي فانهم ايه لا يعلمون، مش كده؟ قال لك ازاي سيدنا محمد يقول كده وسيدنا نوح يقول ربي لا تزل ارضي ملكي ضيار، قال لك اصل انت مش واخد بالك، اقرا القران. ربنا قال ايه، واوحي الى نوح انه لن يؤمن من قومك الا من قد امن فلا تبتئس ما كانوا يفعلون. هو الاول سيدنا يعني نوح. ربنا هو اللي ايسوا منهم، لكن لو نوح كان عنده امل ان واحد بس يؤمن، ده 950 سنه 950 سنه 1000 سنه الا 50 عام، لو كان عنده امل واحد يؤمن كان دعا الى الله، لكن ربنا ايسه منهم قال له خلاص يا نوح لن يؤمن، كلام ربنا لن يؤمن من قومك الا من قد امن. انت اللي امنوا دول بقى، اللي امنوا دول فكان لابد من الرقبه، اللي امنوا دول المفروض هيطلع بقى يعني، احنا عايزين بس عايزين احنا عايزين نطلع من ده الدرس. نعم. اللي امنوا دول المفروض اللي هم الخلاصه بقى، الناس المؤمنين اللي هم اللي خلاص. عشان كده نوح بيطلقوا عليه ادم الصغير، ادم الصغير. فسيدنا نوح دول طلع من خلق، عايزين محدش يزعل لو هو راجل تقي وكويس ويطلع ابنه فاسد يعني، طلع من دولت فاسدين وطلع من دول من كفروا بالله تاني. نعم. من مش كده ولا انا صحيح؟ طيب. نعم. ما هو ده خد بال حضرتك، الله سبحانه وتعالى حط لنا منهج سبحانه وتعالى نمشي عليه. ربنا قال في القران كمان بمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. يعني لازم هتلاقي يا استاذ ابراهيم ناس تؤمن بالله، وذلك هتلاقي تلكين الكون ما امنش بالله الواحد الاحد،
تلتين الكون ما يعرفش ربنا، تلت الكون بس يعرفون الله المعرفة الحقيقية. هو قال لنا كده في القرآن 1400 سنة، قال لنا ايه؟ وما أكثر الناس ولو حرصت مؤمنين. أكثر يعني ايه؟ يعني التلت والتلتين، تلتين الكون مؤمنين. وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. تلتين يعني أكثر، يبقى تلتين أكثر من تلتين. تلتين يعني يبقى تلتين الكون لا يعرف الله معرفة حقيقية، أو لا يقدر الله سبحانه وتعالى حق قدره. فذلك الله يعني يترك للناس، حضرتك يعني إيه الكلام ده؟ يعني كل 1000 جنيه 25 جنيه، يعني كل 100 جنيه 2.5%. 2.5%، 2 جنيه ونص، هي 2.5% اللي ربنا قال عليها ربع العشر. ربع العشر مش كده؟ نعم. طيب على من تجب الزكاة المال؟ والله تجب على الإنسان إذا 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 كان عنده نصاب ومر عليه سنة. إذا كان نصاب يعني عنده فلوس، عنده يعني عنده ما يزيد عن قيمة 85 جرام ذهب يعني 21، أجيب خمسة. وأنا هروح من أسألتين بس يا دكتور، أضرب 85 في شهر الجرام دلوقتي. إذا كان المبلغ أقل من ذلك لا زكاة فيه. إذا كان يزيد عن 85 جرام ذهب 21 أطالع فيه 2.5%. 2.5%، نعم. خلصنا. تمام. وهل الزوجة تعطي من زكاة المال للزوج وزوجة الابن؟ يجوز للزوجة أن تعطي زكاة مالها لزوجها. وزوجة الابن؟ لا، لمين؟ زوجة الابن. من أي حد بقى؟ من أي حد مش مشكلة. طيب. لكن خد بالك بس، الرجل لا يعطي زكاته لزوجته. هو مكلف بالإنفاق عليه. ومكلف أصلا بالإنفاق عليه. مش سائل بقى. اقرأ يا سيدي، الرجال قوامون على النساء بإيه؟ بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. نعم. فالرجل هو المكلف الأول. إنما هي ممكن تطلع لزكاة مال، لكن هي ممكن تعطي زوجها زكاة مالها، لكن هو ما يدهاش. الزكاة لا تعطى للابن وإن سفل ولا للجد وإن علا. يعني إيه الكلام ده؟ يعني للزكاة ما ينفعش تديها لجدك ولا لوالدك ولا لجد جدك ولا لابنك ولا لحفيدك. كل دول ملزومين منه، انت مسؤول عنهم. وبعدين لو انا حدد الزكاه لدول بقى يا استاذ ابراهيم، يبقى انا حدد الزكاه لابني وابني يديني الزكاه. خلاص بقى هنلعب مع بعض، زيتنا في دقيقنا. والغلابه مش هيلاقوا حاجه ياخدوها. الشغل سقاله بقى ده. نعم. طيب، ما هي الحكمه الربانيه لوجود خطوط على الايدي منذ الولاده والتي تشير لرقم 18 على اليد اليمنى؟ كله هيشوف ايده دلوقتي، واو 81 على اليد اليسرى. يعني بعض الناس قالوا لنا زمان، يقول لك يعني 81 و19 يبقى 99 و18 18 صعب على اسماء الله الحسنى. طبعا كلام يعني غير منطقي وغير صحيح. هكذا خلقنا الله سبحانه وتعالى، يعني مش لازم تسالي 18. وفي ناس لا تقرا بهذا الشكل ولا تؤخذ الامور بهذه الطريقه. احنا بس واجبنا ان نعرف ان الله سبحانه وتعالى يا استاذ ابراهيم ادى لكل واحد فينا اربع حاجات. ربنا ادى لحضرتك وكل مشاهد كريم اربع حاجات: الخلق، التسوية، التقدير، الهداية. اقرأ معي قول الله تعالى في القرآن العظيم: الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. يبقى خلق وسوى بالشكل الجميل ده، وقدر الأقوات والأعمار سبحانه وتعالى، وقدر فهدى سبحانه وتعالى. من شاء هداه فدخل الجنة، ومن شاء أضله فدخل النار. الأستاذ محمد عبد الحي رشوان بيقول لي: نفسي اسال الدكتور وهدان، ما السر وراء كل دعاء لسيدنا يوسف كان وراءه استجابه من عند الله سريعه، وما السر تطويل مدة سجنه؟ شوف حياتك، كان سيدنا يوسف الصديق دعا الله سبحانه وتعالى كثيرا، وربنا استجاب لانه كان مظلوما. سيدنا يوسف استجاب الله سبحانه وتعالى له لانه كان مضطرا. سيدنا يوسف عليه السلام استجاب الله له لانه كان مظلوما. قصة سيدنا يوسف انت عارف حياتك نزلت ليه في القرآن العظيم؟ المسلمين عانوا كثيرا من الإيذاء ومن العذاب من أهل قريش، فذهبوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا له: لو قصصت علينا، لو حكت لنا قصة الأنبياء السابقين وقصة السابقين عشان نصبر ونتحلى بالصبر ونتذرع بالحلم. فنزلت سورة يوسف قصة كاملة، وذلك السورة الوحيدة في القرآن العظيم التي لم يرد فيها ذكر الجنة والنار هي سورة إيه؟ يوسف. يعني تزيد عن 100 آية ولم يرد فيها ذكر الجنة والنار، هي سورة يوسف الصديق، لأنها انشغلت بقصة سيدنا يوسف ومعاناة سيدنا يوسف. سيدنا يوسف عليه السلام دعا الله سبحانه وتعالى، قال إيه؟ لما تعرض لفتنة مع امرأة العز، قال إيه؟ قال: رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. أنا كنت أتمنى ويعني أسأل الله، كان سيدنا يوسف يدعو ويقول: يا رب برأني. لو كان دعوا قال: يا رب برأني، كان برأه. لكن هو الذي طلب السجن. السجن أحب إليه مما دعونا، فلبس في السجن. إيه؟ في السجن، إن كانت هتسيبه بره، هي ما كانتش هتسيبه بره. وذلك لحكمة يعلمها الله سبحانه وتعالى.
ان ربنا سبحانه وتعالى اراد الخير لسيدنا يوسف. وبعدين لما نقرا قصه سيدنا يوسف عليه السلام هنلاقي ان محور الارتكاز فيها يا استاذ ابراهيم هي ايه واحده فيها، اللي هي بتقول ايه بقى؟ والله غالب على امره. الله. وفي ايه ثانيه ان الله بالغ امره. يعني ايه والله غالب على امره؟ سيدنا يوسف الصديق اخواته حقدوا عليه ورموه في غيابه الجب، ما ماتش وربنا نجاه، والله غالب على امره. تعرض لمحنه صعبه جدا مع امراه العزيز ونجاه الله من كيدها، ليه؟ والله غالب على امره. غالب على امره يعني هو ربنا اللي عايزه هيكون اللي عايزه هيكون وهينصر عباده المظلومين المستضعفين. دخل السجن ظلما، ففي السجن خدته الحدوته اللي خليته العزيز، وخرج من السجن ليه؟ والله غالب على امره. بقى عزيز لمصر، والله غالب على امره. دعا الله سبحانه وتعالى، رب قد اتيتني من الملك وعلمتني من تاويل الاحاديث، فاطر السماوات والأرض، فاطر السماوات والأرض، أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. يا ريت كل واحد مكروب، كل واحد شايفنا دلوقتي عنده أزمة، عنده مشكلة، عنده موضوع مضايقه، عليه أن يدعو بدعاء سيدنا يوسف عليه السلام اللي هو قال فيه فاطر السماوات والأرض، أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. ولذلك قصة يعني هي قصة يوسف دي قصة عظيمة جدا ومؤثرة جدا، وفيها دروس وفيها عبرات وفيها عبر، وأعظم درس فيها إن الحق لابد أن ينتصر في النهاية، وأن الليل مهما طال فلا بد من طلوع الفجر، وأن العمر مهما طال فلا بد من دخول القبر. كل ليل ولنهار. نعم. طيب في رسالة بتقول لحضرتك، ممكن أعرف أيام سيدنا موسى كان في السحر ولحد دلوقتي في الساحرة، يعني السحرة يعني لما يطلع من المنديل حمامة ويطيرها قدامنا أو تعبان يمشي، ده يكون سحر العيون إزاي يعني؟ هل معاهم لين أو حاجة أو سحر خفي؟ يعني التفسير للآيات، لأن ده سحر العين، وأنه لو ذكرت الله مش هتشوف أي حاجة، وده بيحصل في السيرك والعروض عادي جدا. ولما أقول لما اقول ذكر برضه بشوفهم، يعني تذكر الله بتشوفهم. لا يعني السحر حقيقه وربنا ذكره في القران العظيم. لكن خد بالك ربنا قال ايه؟ هو قال سحروا ايه؟ عيونها. سحروا اعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم. فعلى العين يعني الاشياء على غير حقيقتها. الراجل يبقى متجوز ست جميله الجميلات، لكن نتيجه لسحر له شايف مراته قرد، شايف مراته حاجه صعبه، او واحده تبقى مش ما 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 واحده ما الشغاله، شايف الشغاله جميله الجميلات. الشيطان هو اللي بيحاول يوسوس ويبعد الانسان عن منهج ربنا سبحانه وتعالى. فالسحر هل هو حقيقه ولا مش حقيقه؟ بكل تاكيد السحر حقيقه. حقيقه. نعم. كون في ناس بتعك بقى والكلام ده موضوع تاني. وعايز اقول بس على حكايه السحرة واللي بيطلعوا بيعملوا منديل، ده خفه يد يعني، هو الموضوع بيبقى فيه موضوع تاني يعني. لا هو خفه يد حضرتك، وبيقرا بعض الطلاسم والتعاويذ اللي ممكن تخليك تشوفه، وبيستعين بالجن. خدت واحدك؟ كل واحد اصل السحر ده عليه يا استاذ ابراهيم، هقول لك بس الموضوع باختصار عشان الناس تفهمه. في كل واحد فينا معاه قرين كافر من الجن. السحر على القرين، اي اذى بيجي للانسان على القرين. القرين اللي مع حضرتك ده واللي معايا ده، خدت واحدك؟ هو عدوك، هو ريح جهنم، ريح جهنم عايز ياخدنا معاه جهنم، بس احنا مش مدينه الفرصه وبنصلي على ربنا سبحانه وتعالى، فيبتدي بحاخد عليك. لما يجي لك اذى من بره هو يساعد في هذا الاذى. فزيك تلاقي ناس مسمنه شيطانها قوي جدا ما شاء الله، وفي ناس شيطانها ضعيف لانها بتصلي وعارفه ربنا وبتذكر ربنا سبحانه وتعالى. بيت ما فيهوش صلاه يبقى الشيطان قاعد فيه، يبقى يقل خيره وتقل بركته وتسكنه الشياطين، وتلاقي ان العيال متعفرطه، وتلاقي الزوج ومراته كل شويه ماسكين في خناق بعض، ويتكلم الاسنان ويسمع الجيران، وتبقى مصيبه كبيره جدا. لكن البيت اللي فيه ربنا، البيت اللي فيه ذكر، البيت اللي فيه صلاه، البيت اللي يبقى فيه رضا من ربنا سبحانه وتعالى. اسمع ربنا بيقول لنا ايه؟ فخلف من بعدهم خلف ايه؟ اضاعوا الصلاه واتبعوا الشهوات، هو ده حلنا فسوف يلقون غيا. فلازم نحافظ على الصلاه. والانسان فينا اللي يلاقي الدنيا مش مظبوطه معاه، في خلل، يلاقي نفسه هلوع متضايق متوتر، ايه عليه؟ ان يصلي لله سبحانه وتعالى. ان الانسان خلق هلوعا اذا مسه الشر جزوعا واذا مسه الخير منوعا الا المصلين. فاللي بيصلي ربنا هيبقى معاه سبحانه وتعالى. طيب هي كانت في الرساله بيقول ان انا يعني بقول لك لما تذكر الله في الناس بتسحرك، انت مش هتشوف السحر وحدنك عادي. بتقول انا بذكر الله وبشوف برضه، سواء بقى اللي بيطلع حمامه او لا. انت عندما تذكر الله سوف تكون في معيه الله،
وستكون في حراسة الله سبحانه وتعالى، وبالتالي فلن تنخدع بهذه. لا بتقول انا بعمل كده بشوفهم برضه، يعني بشوف الخدعة. ما هو ده بيعتمد على خفة اليد بقى، حضرتك بتعتمد طيب على خفة اليد وعايز تخرج الشياطين ومعلش. طيب الأستاذ في هلا أحمد بتقول السلام عليكم ورحمة الله، سلام بتسلم على حضرتك، ما رأيك في الأم التي ترفض بر أولادها لها وصدهم عن زيارتها؟ يا ريت تقول لها كلمة. شوف أقول لها لكل أم، في ممكن تبقى عايزة مش عايزة عيلة سوية ليه؟ أهو ما تعرفش، في مشاكل في متاعب. الرسول قال طيب لما راحوش بقى هينطبق عليهم انهم ما بيروش والدتهم؟ شوف هي منعهم ومسمم بدنهم كل ما يروح مثلا. هكمل لحياتك، كمل. حتى لو سمم بدنهم كل ما يروح لازم يروح، لكن سيدنا النبي قال لكل ام ولكل اب رحم الله والدا اعان ولده على بره، ساعده رحمه، كان قدوه لي ربما من حلال سعد ابنه اللي بقى. رحم الله اما اعانت ابنتها على برها، خدت راحتك. لكن في بعض الامهات دلوقتي تقول لك ايه، انا هغضب عليك لو ما عملتش، انا هغضب عليك لو ما جوزتش بنت خالتك. انا لا، ما تفرضوش حد على اولادكم، لكن واجب الابن في هذه الحاله حتى لو الام قطعتهم، حتى لو ما سالتش عليهم، واجب الابناء يسالوا ويروحوا لها ويقبلوا التراب اللي بتمشي عليه، لان ربنا قال لنا كده، وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا، وقال ايه، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. تعبوا فينا واحنا اطفال وصغيرون ربونا. فحتى لو الام اساءت تحسن البنت، تروح تزور امها تسال عليها مره بمره، ان شاء الله ربنا يحييها وتدعو لامها بالخير ان شاء الله. ان اصعب حاجه في الدنيا يا استاذنا ان الواحد يموت وابوه وامه غضبان عليه. والله يا عم هي غضبانه على طول، انت هتلبس الناس تهمه، هم بيروحوا لها بتشتمهم. ماشي، ما اختلفناش. انا بتكلم في المطلق، هم غضبانه، هي ما هي غضبانه مقدما يعني. ماشي، يعني هم يعملوا ده وما لهمش دعوه. طب ما انا عايز اشوف بقى لماذا غضبت الام على هؤلاء، يحاولوا يصلحوا امه، يروحوا يشوفوا هي غضبانه ليه، هي زعلانه ليه. طب حد، انا الرساله دي يا ريت تبقى كده، وانا هديكم نمره التليفون دكتور، يعني حد يكلمنا واحنا هنشوف. استاذ كريم مجدي بيقول ممكن اعرف اقول ايه في الرقيه الشرعيه؟ في الرقيه الايه؟ الشرعيه. الرقيه الشرعيه. اقول طبعا الرقيه التي رقى بها سيدنا جبريل رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهي بسم الله ارقيك من كل شيء يؤذيك، من كل عين او حاسد الله يشفيك. اعيذك بكلمات الله التامه من كل شيطان وهامه ومن كل عين لامه. بسم الله. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم رسولا ونبيا. برقية الشرعية كمان قل هو الله أحد والمعوذتين، قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. بس ممكن توضح هنا بس حاجة عشان لحد يعمل الكلمتين دول وما يترقيش يزعل منك. ما ده كان سيدنا جبريل. نعم. او ده سيدنا رسول الله. سيدنا جبريل يرقي رسول الله. يعني حد حكايه يعني. الرسول صلى الله عليه وسلم. والرسول برضه لما يعني ايه؟ خليني احكي لك بس الحكايه بسرعه جدا. أيوة. المشاهدين. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم سحره يهودي اسمه لبيد ابن الاعصم. فنزل له جبريل رقاه الرقيه الشرعيه. ليه ربنا سمح بسحر رسول الله؟ ليه؟ عشان يعلمنا ان في حاجه اسمها سحر. وعشان يعلمنا ضروره ان احنا نتخذ بالايه؟ بالاسباب. وعشان كمان التحدي. انتوا بتقولوا لو هنقتل رسول الله بالسحر اسمح لنا، سمح لكم، مش هتقدروا عليه لان هو في اعيننا زي ما ربنا قال واصبر لحكم ربك فانك باعيننا. نزل له جبريل بهذه الرقيه الشرعيه ورقى بها رسول الله عشان احنا نتعلم نرقي اولادنا ونحصن نفسينا بلا اله الا الله، ونكسر من الصلاه، ونكسر من ذكر الله، ونطعم الفقراء، ونطعم المحتاجين، واهم حاجه يا استاذ ابراهيم ننام وقلوبنا مش شايله، ننام واحنا مسلمين امرنا لربنا. في ناس بتنام وهي شايله، تقول لك بس اما اصحى الصبح. لا، انا عايز الناس كلها اللي شايفيني تنام وهي مسلمه امرها لربنا، تدعو ربنا كده قبل ما تنام وتقول اللهم انني فوضت امري اليك والجات ظهري اليك فتول انت امري يا رب العالمين، اللهم دبر لي امري فانا لا احسن تدبير الامور يا رب العالمين. زي ما بيقولوا لنا كده قول التدبير هلكه، يعني تقعد تدبر نفسك هتعمل ده وتعمل ده. طيب. وتعمل ده، سلم الامر الى الله. نعم. هنا سؤال، يعني انت حضرتك قلت قولا واحدا ربنا سبحانه وتعالى اراد لنا بقصه سحر سيدنا محمد انه في سحر. نعم. وانه برضه عايز اقول انك في الاخر يعني انما في سحر يبقى لازم في حد بيعالج. طبعا. تمام. طيب
طب سيدنا محمد عشان هو الرسول وحبيب الله يعني نزل له سيدنا جبريل. تمام. طيب دلوقتي الناس النهارده ما دام انت قلت في سحر، طب لو واحد النهارده قالوا له في سحر، الله اعلم فيه ولا ما فيش بقى انا مش عارف. طب مين اللي هيعلن المندمة؟ عشان احنا دخلنا في دوامه تانية بقى، ولا هو البني ادم بقى لو لا له حال؟ اي بني انا انت الناس العاديين زي كده لما يبقى حاجه زي كده يبقى انا اقول ايه لو في سحر يروح؟ شوف تقول ما قاله جبريل لرسول الله. ما هو جبريل نزع النبي وقال له الكلام ده ليه؟ هو ربنا سامح بسحر سيدنا النبي. طيب ليه؟ حتى عشان احنا نتعلم. طيب تبقى تكتبوها تحطوها على الصفحه يا جماعه عشان احنا نتعلم يا استاذنا. لكن انا شايف حاجه صعبه جدا، اسمح لي اقولها. أقول. ان بعض الناس للاسف الدجالين بقت الذين بقت سبوبه يعني بقت سبوبه وفي بعض فاتح عيادات والله يعني نزل له سيدنا جبريل. تمام. طيب دلوقتي الناس النهارده ما دام انت قلت في سحر، طب لو واحد النهارده قالوا له في سحر، الله اعلم فيه ولا ما فيش بقى انا مش عارف. طب مين اللي هيعلن المندمة؟ عشان احنا دخلنا في دوامه تانية بقى، ولا هو البني ادم بقى لو لا له حال؟ اي بني انا انت الناس العاديين زي كده لما يبقى حاجه زي كده يبقى انا اقول ايه لو في سحر يروح؟ شوف تقول ما قاله جبريل لرسول الله. ما هو جبريل نزع النبي وقال له الكلام ده ليه؟ هو ربنا سامح بسحر سيدنا النبي. طيب ليه؟ حتى عشان احنا نتعلم. طيب تبقى تكتبوها تحطوها على الصفحه يا جماعه عشان احنا نتعلم يا استاذنا. لكن انا شايف حاجه صعبه جدا، اسمح لي اقولها. أقول. ان بعض الناس للاسف الدجالين بقت الذين بقت سبوبه يعني بقت سبوبه في بعض فاتح عيادات يعالج الجن ويعمل مش عارف ايه. ده كلام لا يجوز، ده كلام لا يصح. يعني انا الرسول كان يرقي السيده عائشه ولي امراته، كل زوج يرقي زوجته، كل ام ترقي ولادها، كل ابن يرقي والده، مفيش مشكله في هذه الحاله. لكن نذهب لواحد وندفع له فلوس عشان يرقينا، هذا كلام لا يصح. انا واجب ان ارقي نفسي، نعم اقرا لنفسي القران، وانا لو حصنت نفسي بالقران والله حتى لو عفاريت جاي من حته مش هيقدروا يقربوا لي. في سؤال بيقول هل يصح الحج والعمره بالتقسيط مع شركات السياحه؟ مفيش حرج، يجوز الحج والعمره بالتقسيط اذا كنت انت عندك يعني ميراث بعد كده، لو حصل لك حاجه لا قدر الله ومت هناك في السعوديه يتم تسديد هو حتدفع ايه اللي طيب تمام مفيش مشكله. بسمه استاذه بسمه بتقول هل يجوز الصدقه على مدرسه تعليميه وذلك بشراء شيئا يلزم فصل دراسي كمفتاح كهرباء الى اخره يناسب فصل دراسي؟ والله هذا من اعمال البر التي حث عليها الاسلام ودعا عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. والزكاه بتصرف يا استاذ ابراهيم لاصناف ثمانيه ذكرهم الله سبحانه وتعالى في القران العظيم، ومن بينها في سبيل الله. هذا البند اللي هو المدارس ده في سبيل الله سبحانه وتعالى، ومدارس زي بتربي ولادنا وبتعلم ولادنا. يا ريت فعلا يعني الدولة وحدها لن تستطيع ان تفعل كل شيء، يا ريت فعلا القادر يعمل مدرسة كل واحد بيتعلم فيها له ثواب عظيم عند الله. صدقة جارية، صدقة جارية وله ثواب عظيم عند الله ويطلع الزكاة بتاعه كمان. الأستاذ إيمان بن سليمان بتقول أريد فتوى قضاء رمضان للمرأة الحامل والنفساء مع الشكر. شوف المرأة التي كانت نفساء في رمضان طبعا عليها انها طبعا النفاس ممكن يبقى لحظة وممكن يبقى 40 يوم زي ما الفقهاء قالوا. في هذه الحالة هي بعد رمضان ينتهي رمضان عليها ان تصوم هذه الايام، ومن الافضل لها انها تصوم في ايام الشتاء زي ما حسنا سيدنا النبي وقال لنا عليه. يعني مش شرط على طول. لا مش لازم على طول. قال لنا الشتاء ربيع المؤمن. خد بالك يا استاذ ابراهيم، الشتاء ربيع المؤمن، طال ليله فقام وقصر نهاره فصام. الله عليه الصلاه والسلام. طيب الاستاذ سيد حمدي بيقول لي هل يجوز قضاء الصيام يوم من ايام رمضان في يوم عاشوراء؟ عايز اضرب 2 في 1. ماشي ما فيش حرج، الاعمار بالنيات يا سيدي. الاعمار بالنيات. انما لو انت عايز تاخد ربنا يتقبل ان شاء الله، رحمته واسعه. ان شاء الله يقبلك الله يا ابني، ان شاء الله يقبلك. استاذ محمود بيقول لي سؤال، هل يجوز الصيام بدون نيه سابقه؟ يعني ايه الصيام بدون نيه؟ يعني انا ما قلتش اللهم اني نويت الصلاه، ما هي النيه من غير ما مش باللسان، مش النيه محلوها القلب. طب بس اي خلاص عشان مش بالكلام. ممكن اسال شيرو مولا اسال احد، انا عارفه ان الصيام يوم عاشوراء لازم يوم كمان قبله او يوم بعده. هل لو صمت لوحده غلط؟ لا، ما افراد يوم عاشوراء بالصيام من سنن سيدنا رسول الله يعني صلى الله عليه وسلم. يعني ما فيش قبله ولا بعده يعني؟ لا، في قبل منه. الرسول صلى الله عليه وسلم اخر سنه وعايش قالوا له يا رسول الله اليهود بيصوموا نفس اليوم ده فنريد ان نخالفهم، فقال ان عشت الى قابل يعني السنه الجايه لاصومن التاسع. فمات رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني التاسعة ما صامش 10؟ لا، هو صام 10 صلى الله عليه وسلم. هو فسنة صام 10. كل سنة صام 10. طيب وجي يصوم بعد كده قالوا له عايزين نصوم يوم 9 كمان. يبقى 9 يبقى له وقفة يعني. يعني 9 و10. طيب لو انا صمت 10 بس مش هينفع؟ يجوز. والله اعلم. والله اعلم. نعم ربنا هيحاسب. انا بقول يا استاذ ابراهيم يجوز. طيب. ما فيش حرج في هذه المسألة. نعم مو من صوم. طيب الاستاذ محمود ابراهيم بيقول لك لو سمحت هل الست
الست سيب ولا لا؟ ايه؟ لابد فلوسها من وكيل من اهلها ولا ممكن وكيل تاني؟ الست اللي بتبقى تتجوز؟ انا مش عارف الكلمه دي. السيب سيب سيب سيب, سيب, سيب يا استاذ. بص يا استاذ ابراهيم، في حاجه اسمها بكر وحاجه اسمها سيب. البكر ما اتجوزتش والسيب اللي هي متجوزه. هل الثيب تزوج نفسها؟ نعم. البكر لا تزوج نفسها. إيه؟ لابد البكر اللي تزوج نفسها لازم وكيل، لازم ولي لها. والسيب بتبقى اي حاجه. السيب يمكنها ان تزوج نفسها، يمكنها ان تزوج هي نفسها، لانها عرفت الزواج وعرفت اسرار الزواج وعرفت مداخل الزواج، فبالتالي هي يعني تستأمر. ولكن البنت لابد ان تستأذن. طيب. وبالتالي لابد ان يكون له ولي امر. طيب. نعم. منة الله بتقول انا ارمله من اسبوع واعول طفله 3 سنوات وانا سيده عامله، ارجو توضيح حكم ايام العده بالنسبه لي، مع العلم شغلي هو باب الرزق الوحيد لبنتي. خلاص، عند هذه ضروره وضروره تبيح المحظورات، اذهبي الى عملك وعودي من عملك. لكن هو المفروض في العده تقعد في البيت؟ لا، المفروض المراه في العده راحتك لا تخرج الا لضروره، اما يكون عندها لو موظفه تخرج، لو عايزه يشتري اكل تخرج. طب ايه الحكمه يعني كان؟ هكذا انها معتده، امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا ان الست. ما هو امرنا في وقتها يا عم. يا سيدي، وفي غير وقتها. لا مش يا استاذ ابراهيم، الاسلام لكل وقت ولكل زمان ولكل مكان. لا، في تفسيره في كل وقت، التفسير بيتعمل، بس اللي انا عايز اقول لحضرتك التفسير بيتغير بعد كل 100 سنه بتعمل. لا يعني ما فيش حاجه اسمها اذا البحور سجرت ولا سحرت؟ لا يا استاذ ماشي، الايه اللي بتقول اذا البحور ايه؟ سجرت. يعني فيها نار من تحت. ده بعد كده لسه القيامه. يمين بالله لو كانت اتفسرت في اول الاسلام، الناس اللي قاعده في الصحراء ما شافوش بحر دول، ولا كان حد دخل الاسلام. صحيح. انما بعد علم، بعد سنين طويله اكتشف العلم ان في اللي هي البراكين اللي تحت، وان في نار في قعر البحر من تحت، ولا الميه طفت النار ولا النار بخرت الميه. فالعلم اللي اكتشف ده، فممكن هناك في تفسير، يعني ممكن تفسير يبقى كده. الناس 80 كيلو بتاع الصيام عشان اللي كان من مدينه. ما انا هكملك بس، الناس يا استاذ ابراهيم، الست لما جوزها بيموت ولي الاسلام قال انها تعتد 14 و10، يعني تعتاد، يعني هي فراق هذا الرجل، الموت له حرمه، له احترام، انها فقدت عائله، يمكنها ان تخرج، لكن هي الاسلام بيقول ايه؟ بسهوله جدا، ما تلبسي الهدوم المدندشه، قد تبقى حيطك، ما تروحش في السينما، ما تروحش المسرح، لكن تخرج عند الضروره، لما تكون هتروح تجيب المعاش تجيبه، لما تكون هتخرج هي بتشتغل، ما اختلفناش، ضروره تخرج وتشتغل، انا ما حرمتش الشغل، لكن انا بقول على الضوابط التي حددها الاسلام للمراه المعتده التي مات عنها زوجها. طيب استاذ زهره بتقول كيف نصلي الصبح والفجر؟ الوقت خلص، خلي بالك من ساعتين. حاضر. والفجر هل نصلي مع بعض ولا ارجو الرد؟ لازم الفجر في ميعاده والصبح في ميعاده. يا استاذنا، في حاجه اسمها الفجر، بركعتين الفجر اللي هم السنه. ركعات الفجر خير من الدنيا وما فيها. الصلاه الفرض اسمها الصبح. لازم تعرف كده. خلاص تاني اقول تاني. الفجر ركعات الفجر اللي هم سنه الفجر اللي هم قبل صلاه الفجر، يخرجوا من الدنيا وما فيها قبل الصلاه. الركعتين اللي بنصليهم بعد كده صوم صلاه الصبح اللي هم بعدهم على طول، اللي هم بعدهم على طول. الفرض. امال بقى اللي بقى بعد اللي قبلهم ده السنه، بقى ده السنه بعد كده، الضحى بعد كده. نعم. طيب شكرا يا دكتور، جزاكم الله خير يا استاذ. جزاك انت الله كل خير، وربنا يديك الصحه والعافيه. امين. وبشكر حضراتكم، تصبحوا على خير. We'll be right back.